بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتكلم عن حاجة بسيطة كده، خطأ شائع معظم المهندسين أو معظم اللي بينفذوا حدادة مسلحة بيقعوا فيه. طيب خلينا نتكلم في البداية ونقول ايه هو الخطأ في ايه. الخطأ موجود في طريقة تنفيذ الكانات، بالتحديد في طريقة تنفيذ قفل الكانة يا باش مهندسين. طيب قبل ما نتكلم عن ايه هو الخطأ، زي ما حضراتكم شايفين في الصورة فأكيد كلكم عرفتوه، تعالوا الأول نشوف فايدة الكانات. فايدة الكانات زي ما اتكلمنا عنها قبل كده في معظم العناصر الإنشائية أو مع اختلاف نوع العنصر الإنشائي، فالكانات مهمة جدا. وليكن مثلا لو جينا نتكلم عن الأعمدة الحلزونية فهتلاقي إن الكانات بتشيل جزء من الأحمال الرأسية. لو جينا عامة فنقول مثلا إن في الكمرات أو في العمدان الكانات بتحزم العنصر الإنشائي، وكلمة بتحزم العنصر الإنشائي دي يا باشمهندسين مهمة جدا جدا. طيب تعالوا بقى في الأعمدة، لو جينا برضو بالنسبة للكانات فاحنا كنا قلنا من فوائد الكانات في الأعمدة ان هي بتتحمل الأحمال الأفقية او أحمال الشد الأفقية الناتجة عن الأحمال الرأسية للعمود. دي بقى النقطة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة بالتحديد. طيب ازاي بقى؟ نقولها تاني، هي بتتحمل الأحمال او قوة الشد الأفقية الناتجة عن الأحمال الرأسية للأعمدة. طيب تعالوا، مش ده عمود يا باشمهندسين، أهو العمود ده محمل عليه أحمال رأسية. الأحمال الرأسية دي طبيعي في حاجة اسمها بوصير ريشيو، العمود عايز يفتح من الجنب ده والجنب ده، تمام، نتيجة الأحمال الرأسية. أنا بضغط على عمود بحمل رأسي فالعمود عايز بيحصل له شد في الاتجاه الأفقي يمين وشمال طبعا في كل الجوانب. طيب الكانات هنا بتقوم بعمل بتتحمل الأحمال الشد الأفقية دي. هتقول لي ازاي يا باشمهندس؟ الكانات الحديد الرأسي لما بيحصل له انبعاج، الحديد الرأسي لما بيحصل له باكلنج كده، طبعا ايه اللي بيخلي العمود الأحمال الرأسية، ايه اللي بيخلي الأسياخ الرأسية ما يحصل لهاش باكلنج؟ اللي بيخلي الأسياخ الرأسية ما يحصل لهاش باكلنج هي كانات الأعمدة. وبالتالي فإن كانات الأعمدة يوجد عليها قوة شد أفقية في كلا الاتجاهين، تمام. طيب احنا بقى لو جينا نفذنا قفل الكانة بالشكل ده يا باش مهندسين اللي معظم الناس بتنفذه، واللي انا عامل عليها دايرة حمراء ده يا باش مهندسين، فهنا الكانة دي لو حضرتك مسكتها بايدك من هنا كده ومن هنا كده وحاولت تفتحها هتفتحها بسهولة جدا، هتتفتح معاك بسهولة جدا. بخلاف بقى يا باش مهندسين انت لو نفذت الكانة بالشكل ده وجيت قايم حاطط السيخ الرأسي اللي هو في الكورنال هنا في الجنب ده عندك، تخيل بقى امسك الفرع الكانة ده بايدك وامسك فرع الكانة ده بايدك وحاول تفتحهم عن بعض. السيخ الرأسي في الحالة دي بيربط فرعين الكانة ببعض، يعني السيخ الرأسي اللي هنا ده بيربط فرعين الكانة، ما ده فرع كانة اهو يا باشمهندسين، تمام، وده فرع كانة اهو. طيب لما تكون انت حاطط السيخ الرأسي في الألزوم بتاع الكانة وبالشكل ده كده يا باشمهندسين، فالكانة دي مستحيل تتفتح معاك بأي حال من الأحوال. الكانة دي مستحيل تتفتح معاك بأي حال من الأحوال. عرفنا فايدة إن احنا ننفذ الكانة بالشكل اللي موجود في الكود واللي موجود في معظم كتب الخرسانة، وما ننفذوش بالطريقة الشائعة اللي الناس معظمها بتشتغل بيها وبتستسهلها. الناس طول عمرها يا باشمهندسين بتستسهل الطريقة دي، مع ان الطريقة دي خطر جدا. احنا ما بنتكلمش دلوقتي على ظروف مثالية، احنا بنتكلم على اوقات حصول الانهيارات. فالعمود ده بتلاقيه
الكنات اول حاجه في العمود بيحصل فيها مشاكل، واظن ان حضراتكم شفتوا صور كتير على الجروبات بتاع الفيسبوك، وايا كان الانهيار اللي بيحصل فمعظم الانهيارات اللي بتحصل في الاعمده بتحصل نتيجه الاهمال في تنفيذ الكنات. تمام، يبقى رقم واحد احنا محتاجين نقول عليها دلوقتي ان احنا ننفذ الكنات بالشكل اللي موجود في الكود اللي هو الشكل ده يا باشمهندسين اللي انا عامل عليها علامه صح اهو. هنا زي ما قلت لحضرتك الفايده هنا في ايه؟ الفايده هنا لما باجي احط سيخ راسي اللي هو سيخ العمود، طبعا السيخ الراسي ده بيمسك لي فرعين الكنه دول، بحيث ان الكنه دي لو عايزه تفتح شمال والكنه دي لو عايزه تفتح يمين، السيخ الراسي ده هيعمل ايه يا باشمهندسين؟ هيبقى ماسك فروع الكنه مع بعضها. تعالوا بقى هنا، انت لو حطيت سيخ الكنه هنا شايفين يا باشمهندسين قفل الكنه هنا عامل ازاي؟ قفل الكنه تقليدي زي الناس كلها ما بتنفذه، الناس بتنفذ طبعا غلط. فلو جينا هنا لو انت حطيت السيخ الراسي بالشكل ده وجيت شديت الكنه دي من هنا وشديت الكنه دي من هنا، هتلاقيها فتحت معاك عادي جدا ومش هيبقى ليها اي، والكنه في الحاله دي اول حاجه هتنهار في العنصر الانشائي بتاعها. تعال نشوف صور تانية كده اهي يا باشمهندسين، الكان زي ما حضراتكم شايفينها اهي ماشيه كده، وتدخلها كده قيمه 10 فاي، احنا غالبا بنعملها على طول 10 سم. تمام يا باشمهندسين اهي، فلما السيخ يتحط هنا كده بالشكل ده تقوم ماسكالي الكانه يمين وشمال. تعال نشوف صوره تانية كده نفس الكلام اهو يا باشمهندسين. الزوايا دي يعني هي موجوده في الكود والكلام ده كله ده، وخاصه في الكود الامريكي والبريطاني بيقول لك ان دي اكبر من 10 فاي ماشي. الزوايا دي هي على حسب المكنه بتاعت الكنات ما بتجيب معاك. تمام يا باشمهندسين، ده برضو صوره من الواقع اهي، ودي المكنه بتاعت الكنات. اللفه تبقى بالشكل ده يا باشمهندسين، اوعى تسمح لصنايعي او اي حد يعملها لك بالشكل التقليدي، اوعى تسمح لاي حد يعملها لك بالشكل التقليدي اللي هي دي. هو ده على فكره خطا معظم الناس ومعظم المهندسين بيقعوا فيه، فارجو الناس تهتم بالموضوع ده. ممكن تبقى حاجات بسيطه جدا، انا يعني تعمدت اعمل الفيديو ده مخصوص لان معظم انهيارات الاعمده اللي بشوفها فيها باشمهندسين في الكنات، معظم الانهيارات بيبقى سببها ان هي مشاكل في تنفيذ الكنات. وحاجه ثانيه اقول عليها برضو، القفل الكنه يا باشمهندسين ما يبقاش في اتجاه واحد، يبقى تبادلي. يعني مثلا عملت قفل الكنه المره دي هنا، يبقى الكنه اللي تحتيها اعمله مثلا هنا، الكنه اللي تحتيها اعمله هنا، الكنه اللي تحتيها اعمل ابدلها، ابدل قفل الكنه من وقت للتاني. ليه؟ لان بيقول لك قفل الكنه ده دي منطقه ضعف، المنطقة بتاع قفل الكنة منطقة ضعف، فمش من الطبيعي انك تحط منطقة الضعف على كامل العمود او كامل الكاميرا في اتجاه واحد او في خط واحد. كده انت بتعمل حاجة اسمها فيلير لاين، خط انهيار. الفيلير لاين ده بيبقى اكتر منطقة ضعيفة في العنصر الانشائي، سواء كانت كاميرات او سيميلات او اعمدة، فحدوث اي مشكلة، عند حدوث اي مشكلة هو اول حاجة بتنهار. فأرجو المهندسين تهتم بقفل الكنة، قفل الكنة يتنفذ بالشكل اللي احنا متعودين عليه يا باشمهندسين، اللي هو بالشكل المثالي مش بالشكل اللي احنا متعودين عليه. قفل الكنة يتنفذ بالشكل ده يا باشمهندسين، مهما خالفك أي حد في الرأي فأقول له آسف، احنا هننفذه بالشكل ده. حالات بسيطة لكن معظم الناس بتقع فيها. ده كان درس سريع كده، الكلام ده كله طبعا مذكور في الكتاب. تابعوني، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.